إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخبركم أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا إن شاء الله اليومي حديث مبل 21 كمون حديث مبل 23 كأحاديث 40 النووية قوني. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أبي عمرو زبهل وأبي عمرة زبهل حال خفته بصوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زيلوا يزاربهم: يا رسول الله، بزعب أسلمنا حانتي نقر نخال سب حتى زيك إل السخاون ترأيت من لساسكي نقر حانتي عايك تغمن معلوتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حانت قال استحزاز لك يبلو: آمنت بالله، بل دحري أدماني قتل كخيد الله سبحانه وتعالى أمين إيه دحري أدما نفس خاقت عبلك كيد. إذا حديث زي عاد حديث مالتي حد صير حديث نشتي قال زحزة قن كل نتي مسرتات ناي دين الإسلام تأثر قال هيب ومالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبزي بتا إيمانه قد نخبل إيمانه حزونه خير كمون بتي الله سبحانه وتعالى سرع مجدي بو قد إلو قزونه قتل كم زلوا النبي صلى الله عليه وسلم حبيرا ومالتي. استقامة خبها من كله انتهى مالتي. الاستقامة يبلو هو الاعتدال. الاستقامة مالت تخم البال مالتي حدا نقر استقام اختب الكلخة تخيل مالتي. فقاضع يالي بالاستقامة بمعنى أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. مالت إن الله سبحانه وتعالى حرخ مخانو آمنهم كمون بتي بدحرئون بتخلوا تزازاته قد إلهم كخورهم كله كافت توحيد يمان تقام كيبولو كافت تزازات الله سبحانه وتعالى فالكتي لهم كيوتو خسع زموتو أبزز قطلو إن الكالآسي زيتي استقامة زبهال إبن مالدي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قرآن الله سبحانه وتعالى يبل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت. إذن الله سبحانه وتعالى تنبركز أحد الله سبحانه وتعالى خم خانوا قويتهم حارئ قويتان إليهم زأمنوا ذهر أدماني إذا أمنتهم زي حيزهم قتلهم
መገዶም ዝሓዙ እዞም ሰባት እዚኦም መላኢካ ወሪዶም ኣይትፍርሁ፣ ኣይትጉሃዩ፣ ኣይትሕዘኑ፣ ኣየፍረህኩም ዝኾነ ይኹን ነገር ኢሎም ክዛረብዎም እዮም ህድኣት ክብዎም እዮም ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይነግረና። ላ ስብሓን ወተዓላ ይቁል ፈስተቂም ከማ ኦሚርት፣ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘካ ድማኒ ቀጢልካ ቀፅል ደኣ ጉዕዞኻ ኣብቲ እምነትካን ኣብቲ ሰናይ ተግባርካን ይብል ማለት እዩ። እዘን እቲ እስትቃማ ክበሃል እንከሎ እቲ ኩሉ ካባኻ ዝድለ ነገር ቀጢልካ ክትሕዞ ማለት እዩ። ተግባራትካ ይኹን ቃላትካ ይኹን ብሸርዕ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትከይድ ከለኻ እዚ እቲ እስትቃማ ዝበሃል። እስትቃማ ንገዛ ርእሱ ብዙሕ ብልፀታት ኣለዎ። ካብቲ ብልፀታቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዘን እዚ ሓዲስ እዚ ብልፀታት ናይ እስትቃማ እውን ከም ዘሎ ይሕብረና ማለት እዩ። እስኻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርዝቅኻ ኣብ ኣዱንያ ከም ዘስፋሓልካ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا باروتي أفتي كنع مقدي كتيرهم كيرهم نيرهم توزخونو إذا زي بهال الماي هبنا موردنا لهم نيرنا السخاء تمايون كان الرزق إن كان الشيشاين سلزخونه فالله سبحانه وتعالى أبزا آية زي آية تقيسوا مالتي. ስለዚ እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንሰዓብቱ ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብቲ ኣያታት እውን ብቐንዱ እዚ ሓዲስ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣያታት ኣብ ቁርኣን ዘሎ እውን ንነቢ ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ይኹን ንሰዓብቲ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ቀጢሎም ጉዕዞኦም ንኽቕፅሉ ከም ዘለዎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁል فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الله سبحانه وتعالى أتات أزاز إن الكلاسي أبزأ آيازي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ቀጢሎም ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞም ግብዝኦም ንኽቕፅሉ የማን ፀጋም ግልፅ ንኸይብሉ ነቶም ሙሽኪን ነቶም ተሓቲ ሕራይ ንኸይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እነሀ ኣብዚ ኣያ እዚ ኣዚዝዎም እዩ። ንሕና እውን በቲ እሶም ተኣዘዝዎ እውን እዙዛት ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ትእዛዝ ንዕኦም ክመፅእ እንከሎ ንዓና እውን ኣብ ትሕቲኡ ይእትወና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ልብና ብቐንዱ ቐጥ ክብል ኣለዎ፣ መንገዲ ክሕዝ ኣለዎ። እታ ልቢ እንተ ደኣ ተዓርያ ኩሉ ነገራት ይዕረ እዩ። መልሓስ ቀጢሉ ክኸይድ ኣለዎ። የማን ፀጋም ውን ክትብል የብልካ ብመልሓስካ። ምክንያቱ መልሓስ እውን ከምቲ ዝበሃል ካብ ውግግኳ መልሓስ ትዕንቀፍሲ መልሓስካ እውን ክዕንቀፍ የብሉን። ቀጢሉ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ጥዑም ዘረባ ቕኑዕ ዘረባ ረቢ ዝፈትዎ ዘረባ እናውፅአ ክጓዓዝ ኣለዎ። ምክንያቱ ጌጋታት ናይ መልሓስ እውን ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣጠንቂቑና እዩ። ዝኾነ ይኹን ካብ መልሓስኩም ዝወፅእ ኩሉ ይኽተብ እዩ ይፀሓፍ እዩ ኢሉና እዩ። يقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. زخون يخون كاب ملحس كازوت. إذن الله سبحانه وتعالى كم زمزقبون يحبرك على ما لتيو فتومون زيت فلتون أقر تزار بي بالكان يخون يلكا زيكون زرباخ تزاربون بي بالكان خياتو تتبلو زرباحك أنت رأى خوينو تزاربو أنت رأى ኮንቱ ኮይኑ ወይ ከዓ ንሰብ የጋግን ኣየጋግን ዘይተረጋፅካ እንተ ደኣ ኮንካ ክትዛረብ የብልካን። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወላ ተቕፉ ማ ለይሰ ለከ ብዕልሙን እነ ሰምዐ ወልበሰረ ወልፍኣደ ኩሉ ኡላኢከ ካነ ዓንሁ መስኡላ። ወነቢይ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወዲ ሰብ
ኣለዉ ካብ መልሓሱ ዝወፅእ ዘረባታት ከይተፈለጦ እንከሎ ዘረባናቱ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ዘልዕሎ ኣሎ። ከዓ ገለገለ ዘረባታት ወዲ ሰብ ከየዝተውዕለሉ ከሎ እውን ንእሽተይ ዘረባ ተዛረበ መሲልዎ፣ ግን እዚኣ ድማ እዛ ዘመልሓሱ ተዛረባ ድማ ንእሳተ ጀሃንም ትእትዎ ዘረባ ትኸውን። عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. سزي ودعني من حاسة تزارب وقالات كليلا يمسلكع ቀሊ ፀወታ ኢልካ ትዛረቦ ዘረባ ምናልባሽ መጥፍኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካብ ድን ከውፅካ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ መልሓስካ ዝብሎ ቃል እውን ተጠንቀቕ ማለት እዩ። ተግባራትካ ኩሉ እውን ክትጥንቀቕ ኣለካ። እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ? ናበይ ትኸይድ? እንታይ ትንቀሳቐስ? ትዕምፅ፣ ትሰርቕ፣ ትጉንፅ ዲኻ ዘለኻ ወይስ መገዲ ኣላ ሒዝካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ግብርኻ እውን ኩሉ ቕኑዕ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ጥቕምታት ወሲድና ኣሎ እተ ክንብል ኮይና ውን ብሕፅር ሕፅር ዝበለ ቀዳማይ ነገርቶም ኣስሓብ ነቢ ብፅሑት ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ምኽሪ ካብ ነቢ ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ይፅበዩን ትምህርቲ ካብኡ ውን ይፅበዩን ይሓቱም ከም ዝነበሩ ተገዲሶም ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ይከታተልዎ ከም ዝነበሩ ይሕብረና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ ኣብ ኢማንና ክሳዕ ሞትና ማለት ክሳዕ ሞትና ኣብ ኢማንናን ኣብ ቁኑዕ መንገድናን ክንፀንሕ ከም ዘለና ዝእዝዝ እዩ። ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ጉዳይ እዚ እውን ብሓፂር ቃል ከም ዝሓበሩና፣ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክእለታት ናቶም ናይ ነቢ ሙሓመድ ስ ሰለም ኣነ ኦቕትያ ጀዋሚዕ ልከሊም ይበሃል። ማለት ብሓፂር ዘረባ ብንእሽተይ ቃል ገይሩ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ ቃል እቲ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ ነገር እውን ንኽህብ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ክእለት ነይርዎ። በዚ ሓዲስ መበል 21 ይውዳእ። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ኣስአል ላ ስብሓን ወተላ ኣን የንፈዓና ብማ ሰሚዕና ወኣንዩዓሊመና ማ የንፈዑና ወصለ ላሁ ዓላ ነቢና ሙሐመድ ወዓላ ኣሊ ወሰሕቢ ወሰለም።